الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أجمل تحية في لقاء جديد في سلسلة محاضرات لبيدات، واليوم إن شاء الله سأكمل هذا الجزء من الكيمياء العضوية الحيوية في التطرق إلى الفقرة الخاصة أو الجزء الخاص بالاستيرويدات. بهذا الشكل بعد إكمال هذه المحاضرة نكون قد استكملنا 7 محاضرات عن اللبيدات لأهميتها ولسعة هذا الموضوع. واليوم أيضا الموضوع واسع جدا، وأعتذر مقدما لأنني سأضطر إلى أن أكون سريع التطرق إلى الفقرات التي يحتويها أو المواد الكيميائية التي تحتويها هذه المجموعة من اللبيدات التي هي الاستيرويدات. أبدأ بتعريف الاستيرويدات. Any of class of natural of or synthetic organic compounds characterized by molecular structure of 17 carbon atoms. الشيء الذي أؤكد عليه هنا أنه هذه مجموعة من المركبات العضوية التي يمكن أن تكون naturally occurring compounds، طبيعية أو synthetic، مصنعة، لأنه كثير من المركبات الاستيرويد يتم تصنيعها في المعامل وفي مصانع خاصة فيها. البول الأساسي، الهيكل الأساسي، النيوكليس الأساسي، النواة الأساسية لهذه المركبات تتكون من 3 حلقات سداسية الأضلاع 6 نمبر رينج مرتبطة مع بعضها، يعني منصهرة فيوزد. وهذه الحلقات يمكن اعتبارها اصلا هي ماخوذه او مشتقه من مركب اروماتي اسمه الفينانيترين، اللي هو ايزومر للانثراسين. والى جانب هذه الحلقات الثلاثه السداسيه الاضلاع المنصهره توجد حلقه خماسيه البنتوهكسين، وبالتالي يصبح عدد مجموع ذرات الكربون في هذا التركيب الام الذي يسمى جوانين 17 ذره كربون. These are compounds which are widely distributed in animals and in plants. هذه ميزة هذه المركبات إنه نجدها موجودة في الكائنات الحيوانية، وأيضا تصنع وتخلق بإرادة الله جل في علاه في نباتات. Sterols name derived from sterol. إذا الستيرول هو الاسم الأصلي الذي تم اشتقاق كلمة ستيرويد منه، هذا الستيرول. والستيرولز are the characterized by the presence of 1,2-cyclopentol فينانثرين، هذا قلت عليها، هذه الحلقه الخماسيه مرتبطه مع هذه الفينانثرين رينج، او اوريجينالي هي كانت فينانثرين. This steroid group includes all the sex hormones. هذه المجموعه من المركبات تشتمل على كل انواع المركبات التي تحدد الجنس البشري، وايضا تحدد الفعاليه الجنسيه للجنسين البشريين الاناث والذكور. وهي ايضا تشتمل على مركبات الاحماض الصفراء، وتشتمل على مركبات الستيرول اوف فيرتبريتس، الستيرولات الموجوده في الحيوانات الفقريه، وايضا المولتنج هرمونز اوف انسكتس في الحشرات. هذه المركبات طبعا ما دام هي موجوده في كلا المملكتين الحيوانيه والنباتيه، فبالتالي لابد ان يكون لها، طبيعي ان يكون لها وظائف هامه جدا في كلا الصنفين، ونحن معنيين هنا اكثر بالفعاليه على في الكائن البشري. Steroids vary from one another in the nature of attached groups. احنا الان قلنا ان النواة الاساسيه، البون الاساسي، الهيكل الاساسي هو هذه الحلقات الثلاثه المنصهره سداسيه الاضلاع ومعها الحلقه الخماسيه. اذا هذه هو الهيكل الاساسي. بماذا تختلف كل الاصناف او كل المركبات الكثيره جدا التي تقع تحت هذا العنوان؟ تختلف في نوع المجموعه الوظيفيه التي تعوض على هذه الحلقات، هذا اول حاجه. Nature of attached groups. الحاجة الثانية تختلف position of the groups، مكان المجموعة التي تعوض فيها، تعوض على هذه الحلقات. إذا نوع المجموعة، تغيير النوع المجموعة الوظيفية functional group يؤدي إلى تغيير الكومباوند، تركيبا ووظيفة،
والبوزيشن المكان، لانه عندي اكثر المكان موجود في هذه النواه، يمكن هذه النواه الاسترويديه ممكن نضع عليها مجاميع معوضه. الحاله الاخرى التي تختلف فيها الكونفيجريشن، والكونفيجريشن اوف ستيرويد نوكليوس اللي هو اللي سميناه جونان او الجونين. الكونفيجريشن معناته مينبل كونفيجريشن، معناته انا عندي ذره كربون كيراليه او لدي ذره كربون عليها روابط مزدوجه، عليها رابطه مزدوجه، وبالتالي يكون لها الكونفيجريشن اللي هو التوزيع النسبي للذرات او المجاميع حول ذره الكربون الكيراليه. وبالتالي نحن نتكلم عن ما نسميه الوضعيه، الكونفيجريشن يعني الوضعيه، مقابل الكونفرميشن اللي هو الهيئه. سمول موديفيكيشن in the molecule structure of steroid can produce remarkable differences in the by تغيير المجموعة الوظيفية، تغيير الكونفيجريشن، تغيير الكونفورميشن، تغيير موضع المجموعة الوظيفية، كلها تؤدي إلى تغيير الوظائف. الكلاسيفيكيشن تصنيف هذه المركبات ممكن أن يكون النوع الأول يوضع تحت عنوان ستيرولز. Steroids is composed of common 3 monohydroxysteroid of the cholestane, then cholestane, well, ergostane, well, stigmastane series and their methyl sterol biogenetic precursor. Then هذه المجموعة تحتوي تتميز بوجود 3 monohydroxy steroid, 3 monohydroxy. Then على الموقع 3 لدي مجموعة هيدروكسيل واحدة. هذا اللي يميز هذه المجموعه. والميثيل ستيرول بايوجينيتك بريكورسر السلف الذي تتكون منه هذه السلسله. It contain alcoholic group at C3 position، اذا تحتوي على مجموعه هيدروكسيل على الكربون 3 او على الموقع 3 على النواه، and side chain of 8 to 8 كربون. اذا هذا الستيرولز ميزتها الأساسية أن تحتوي على هذا الهيدروكسيل جروب على الموقع 3 من نواة الستيرويد، وتحتوي على سلسلة جانبية. هذه هي السلسلة الجانبية التي تقع على ذرة الكربون المرتبطة بذرة الكربون 17، اللي هي ممكن أن يكون في هذه السلسلة أو تتغير عدد ذرات الكربون فيها بين 7 8 إلى 10 ذرات كربون. نعم. Sterols are classified into 3 groups based on their source of origin. السيرولات هذه يمكن أن نقسمها إلى 3 أنواع اعتماداً على المصدر الذي نحصل عليها منه. النوع الأول اسمه زوستيرولز، it's found in animals ومنها الكوليسترول. الكوليسترول المشهور وجميع الناس، كثير من الناس يتحدثون عنه على أنه عامل مرضي، وهو في حقيقة الأمر مكون أساسي من مكونات السيل ممبرين، مكون أساسي في الدماغ، مركب له أهمية كبيرة جدا، لكن إذا تدخل في بعض الحالات المرضية وبالذات انسداد الشرايين، فالناس يتكلمون عنه بشكل عام على أنه مركب ضار، لكنه في حقيقة الأمر هو ليس ضارا في تأسيسه، في شكله، في أساسه. النوع الثاني هو الفيتوستيرول، هذه اللي هي الستيغماستيرول والتي توجد في النباتات. والنوع الثالث اللي هو المايكوستيرول اللي موجود في انواع من الليست من الخمائر والفطريات. ومن الامثله عليه الالبوستيرول اللي هو البريكورسر او المركب الذي منه يتكون في داخل اجسامنا فيتامين دي. Sterols may be found either as free sterols, acetylated sterol. هذه الفقرة للتركيز على أنه الستيرول ممكن يكون فري، يعني لا توجد عليه مجاميع حماية. مجاميع الحماية ممكن تكون أستيل جروبس، يعني إسترز، ممكن يكون ألكيل، سيريل ألكيل إيثرز، ممكن يكون مركبات كبريت سولفيتد لينكد تو غلايكوسيديك سيريل جلايكوسايد. ممكن هنا يكون عندنا مرتبط بسكريات والسيريل جلايكوسايد اللي هي بحد ذاتها ممكن تكون استليتد او معوضه بمجاميع الهيدروكسيل فيها بمجاميع حمايه مختلفه. نعم. هذه ثلاث مركبات ستيرولز.
من المركبات المهمة جدا والتي تمتلك فعالية وحضور في خلايانا، في الأعصاب، في الكثير من الفعاليات الحيوية. وأولها هو الكوليسترول اللي هو الاستيرول النباتي الحيواني، عفوا الاستيرول البشري. ولاحظوا أنه هو الميزة الأساسية فيه وجود هذه الرابطة المزوجة هنا في هذه الحلقة، إضافة إلى مجموعة الهيدروكسيل اللي هي مشتركة في الكل. وهذه هي السلسلة اللي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 ذرات كربون في سلسلة جانبية. الالكوستيرون اللي هو البريكورسر اللي في الفيتامين دي، نلاحظ الفروقات الأساسية بينه وبين الكوليسترول. يوجد هنا رابطتين مزوجتين، هذه واحدة وهذه واحدة، والسلسلة الجانبية أيضا تكون ليست بنفس الترتيب في سلسلة الكوليسترول. الستيغماستيرول اللي هو الكوليسترول أو الستيرول النباتي، لاحظوا موجودة عندي رابطة مزوجة واحدة هنا، وعندي رابطة مزوجة على السلسلة الجانبية، وأيضا السلسلة الجانبية المجموعة الالكي الموجودة على ذرة الكربون 17 أيضا تكون مختلفة. إذا تلاحظون أن النواة نفسها، نواة الستيرول نفسها، الجوانين نفسها، لكن عدد ذرات نوع عدد الأواصر المزدوجة، مكان الأواصر المزدوجة، وطبيعة المجموعة، عدد ذرات الكربون في السلسلة الجانبية، وأيضا الكيمياء المجسمة لهذه المجموعة الجانبية، هذه وهذه وهذه، تؤدي إلى أن تكون هذه المركبات مختلفة رغم اشتراكها بالنواة. They have the same nucleus. نركز الآن على الكوليسترول. It occurs both as a free form or an ester form. الكوليسترول ممكن يكون موجود بشكل حر كمركب حر، يعني لا توجد تعويضات على المجاميع الأساسية اللي شفناها قبل قليل، أو يوجد بصيغة إستر. متى يكون إستر؟ عندما تكون مجموعة الأو اتش عليه قد تحولت أو تفاعلت مع مجموعة حامضية أو مركب حامضي فتحول إلى إستر. كوليسترول has a molecular formula of C27 H25OH، هذه هي الصيغة الجزيئية للكوليسترول اللي تبين عدد ذرات الكربون وذرات الهيدروجين والأكسجين الموجودة فيه، أو الهيدروجين والأكسجين موجودات بشكل هيدروجين وبشكل مجموعة OH، فصلها هكذا. This molecule is composed of three regions. هذا المركب الآن يتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو الهيدروكربون تيل، هذه السلسلة الجانبية، وعندي الرينج ستركتشر اللي هي نواة الجوانين، وعندي مجموعة الهيدروكسيل. مجموعة الهيدروكسيل هي المجموعة القطبية اللي موجودة في هذا المركب، يعني اللي هي محبة للماء، which makes it water soluble. يعني أنا ما أقول water soluble، ولكن أقول تجعل هذا الموضع من الجزيئة محبة للماء. وأرجو أن يكون هنا تركيز على كلامي، لأن هنالك فرق بين أن أقول أنه في مكان من الجزيئة قابلة للذوبان في الماء، وبين أن تكون الجزيئة كلها ذائبة في الماء. هنا الوضع الجزئي معناته أنه هذا الجزء من المركب ممكن أن يقترب من الماء ويعمل معه روابط هيدروجينية. The four rings of cholesterol is the signature of all steroid. هذا طبيعي، لا يوجد مركب اسمه ستيرول إذا لم تكن محتوي على الأربع حلقات هذه، الثلاثة السداسية الأضلع والحلقة الخامسة. The last region is the hydrocarbon tail، وهو الجزء اللي سميناه الكيل جروب أو السلسلة الجانبية الموجودة على ذرة الكربون رقم 17. إذا هذا الوصف التركيبي لل كوليسترول يجعل منه مركب أنذيباتيك، بمعنى أنه المركب الذي فيه مكان محب للماء وفيه مكان غير محب للماء. الكيمياء الكوليسترول أنا جبت هذه الفقرات لأنه فعلا مهمة لطلاب الطب اللي يريدون يعرفون الكيمستري والستركتشر، ومهمة أكثر لأولادي وبناتي في كلية العلوم الطبية. فأرجو منهم أن يركزون على ما سأشرحه في هذه السلايدات الثلاثة التي تتكلم عن الكيمستري أوف كوليسترول. أول حاجة، هذا الكوليسترول أدخل في تفاعل إضافة، أديشن ري أكشن، مع الهيدروجين بوجود
عامل مساعد في الزئ والبلاتينيوم، ولاحظوا أن هذا التفاعل أدى إلى اختفاء الرابطة المزدوجة. أصبح المركب الناتج هنا هو مركب مشبع. It has no double bond. إذن حصول تفاعل الإضافة هو إثبات لوجود double bond. تفاعل الإضافة هو أحد الصيغ أو الصور المثبتة المبرهنة على وجود الرابطة المزدوجة. نعم. التفاعل الآخر على الأجري على الكوليسترول هو لأكسدة الهيدروكسيل. هذه الهيدروكسيل توصف بأنها سكندري هيدروكسيل جروب، ثانوية، لأنها موجودة على كربون مرتبط باثنين كربونات، هذه وهذه. فإذا هذه الهيدروكسيل سكندري هيدروكسيل، والأكسدة أكسدتها بأكسيد الكروم، ثالث أكسيد الكروم، تؤدي إلى إنتاج كيتون. هذه ميزة من ميزات الهيدروكسيل الثانوية، لأن لو كانت أولية لكان نتج عندنا ألدهايد وليس كيتون. إذا هذا التفاعل تم فيه تحويل الكوليسترول إلى كيتون، مشتق كيتون، هذه سي دبل بوند أو اللي هي الكوليسترانون اللي هو مركب كيتوني. نعم. كليمنسن ريدكشن، هذا كليمنسن العالم اللي أجرى عملية الاختزال هذه على المركبات، حولت الكوليسترانون اللي هو الكيتون اللي حصلناه سابقا إلى كوليسترين، إلى المركب الكوليسترين. إذن هذا أيضا إثبات على وجود مجموعة الهيدروكسيل أصلا في هذا الموقع. هذا السلايد very interesting، مهم جدا، وأرجو من أولادي وبناتي في كلية العلوم الطبية بالذات أكثر مما هو مهم للطب أن يركزون عليه. لاحظوا الكوليسترول تم إشباع الرابطة المزدوجة بأديشن رياكشن، وتم إنتاج هذا المركب اللي هو ساتوريتد كومباوند. بعملية الأكسدة تم تحويله إلى الكوليسترول اللي هو الكيتون. وهذا الكيتون تمت مفاعلته مع كاشف جرينيارد، هذا الـ CH3MGBR هو كاشف جرينيارد، ونحن نعرف أن كاشف جرينيارد تكون فيه المغنيسيوم دافع للإلكترونات كونه فلز، فتصبح ذرة الكربون هذه سالمة الشحنة، وهذا الكربون هنا موجب الشحنة بحكم الاستقطاب، لأن الأكسجين تسحب أزواج الإلكترونية محبة للإلكترونات، تسحب الأزواج الإلكترونية إلى جهتها، وتصبح هذا المكان يصبح موجب جزئيا، وهذا سالب جزئيا، فيحصل لدي تفاعل لكاشف جرينيارد مع هذا الكربون هنا، وتدخل مجموعة CH3 على هذا المركب، والمجموعة الكيتون ترجع مجموعة OH. لهذا الحين هذا التفاعل مهم جدا، لأنه أو هي سلسلة كلها توضح مجموعة من التفاعلات العضوية الحيوية، لكن هنا هذا التفاعل، وأنا وجهت سؤال لطلابي في أكثر من وسيلة، بوجود العنصر السيلينيوم وفي درجة حرارة 350 درجة مئوية يتم تحويله إلى مركب أروماتي. لاحظوا هنا دخلت لدي روابط مزدوجة على المركب وأصبح مركب أروماتي، وهذه العملية تسمى عملية الأروماتيزيشن، عملية الأرماتة، تحويل مركب من مركب غير أروماتي أو أنتي أروماتيك إلى مركب أروماتي. وطبعا أهمية المركبات الأروماتية أنها مركبات مستقرة جدا، ولاحظوا أن إنتاج مجموعة مثل في هذا الموقع هي أيضا إثبات لوجود مجموعة الهيدروكسيل. الكارديك جلايكوسايد نوع آخر من الستيرويدات اللي هي موجودة في عضلات القلب، ولذلك سميت كارديك جلايكوسايد جروب أوف ستيرويد جلايكوسايد أكت أز كارديوتونيك إيجنت. They increase tone, stability and contractility of cardiac muscles. هذه الجلايكوسيدات، هذه المركبات العضوية الحيوية الخطيرة المهمة، تكون موجودة أو وجدت أو تم العثور عليها في عضلات القلب، وهي تعمل على تنشيط هذه العضلات، تحفيزها على العمل، تنظيم عملها، تنغيم عملها إذا صح التعبير، أو إعطاء نغمة متناسقة في العمل لعضلة القلب.
General property of cardiac lymphocyte, الخواص المهمة لهذه المركبات إنها أمورفس ليست بلورية. الأمورفس يعني المركبات اللي هي صلبة لكنها ليست بلورية، لها طعم مر، تذوب في الماء أو لديها القابلية للذوبان في الماء، ولا تذوب في المركبات العضوية، وهي تعتبر مركبات سامة جدا. فسبحان ربي، موجودة في عضلة القلب، تعمل على إعطائها كل قدراتها الوظيفية، لكن لو عزلناها فإنها لها خواص سامة. الصورة اللي نموذج للمركبات الجلايكوزيدات القلبية أو جلايكوزيدات العضلات القلبية، هذا المركب تلاحظون أنه هذا الجزء من عنده هو جزء الستيرويد، ومرتبط عبر هذه الأكسجين مع سكر. طبعاً هذا السكر ممكن يكون أي سكر، هنا ممكن يكون جلوكوز، ممكن يكون سكر سداسي، ممكن يكون سكر خماسي، ممكن يكون أوليغوساكرايد أو دايساكرايد، يعني في أنواع مختلفة من هذا السكر. وهذا هو الارتباط الجلايكوسيدي، هذا الجلايكوسيديك لينكيج للسكر بهذه المجموعة. طبعاً هذا السكر في أي ارتباط جلايكوسيدي نسميه جلايكول، وهذا الجزء اللي هو الغير سكري نسميه أي جلايكول. وهذا الR اللي ترتبط هنا بالكربون 17 بنواة الستيرويدز، ممكن أن تكون اللاكتون، هذه حلقة اللاكتون خماسية، وممكن تكون سداسية، وبالتالي تتنوع الكارديوكلايكوسايد تتنوع اعتمادا على نوع اللاكتون مويتي المرتبطة في هذا الموقع. تحلل الجلايكوسيدات القلبية، تحللها يؤدي إلى إنتاج هذه الأنواع الغريبة من السكريات. ربما كثيرين لم يألفوا هذا النوع من السكريات. لاحظوا السكر هو يحتوي على 6 ذرات كربون، لكن الحقيقة ذرة الكربون الأخيرة هنا ديوكسي، يعني حذفت منها مجموعة الـ OH altogether، فصارت مجموعة مثل، وظلت عندي 1 2 3 4 5 ذرات كربون. هذا ديجيتالوز، هذا سكر ديجيتالوز، وهذا سكر ديجيتوكسوز اللي هو يختلف عن هذا في الكونفيجريشن. هذه الـ OH إلى جهة الشمال، هنا إلى جهة اليمين، وهذا هنا عندي مجموعة وظيفية COCH3 مختلفة عن هذا، وبالتالي هذه السكرين غريبة نوعا ما عن السكريات المعروفة اللي درسناها في الشابتر خاص بها واسع جدا هو الكربوهيدرات كيمستري. أي واحد يدرس الكيمياء الستيرويدات لابد أن يتوقف، لابد أن يهتم بالكيمياء المجسمة لهذه المركبات. والاهتمام بالكيمياء المجسمة بالأساس يسير في خطين: خط الاهتمام بما نسميه الكونفيجريشن اللي هو الوضعية، التوزيع النسبي للذرات والمجاميع حول ذرة كربون غير متناظرة كايرال كربون، والايزومرات التي تتكون نتيجة الدوران الحر حول ذرات الكربون، حول الروابط كربون كربون المنفردة، والتي نسميها بالكونفرميشنز. هذا الجزء عندي فيها 6 ذرات كربون كيرالية، وبالتالي يصبح عدد الايزومرات اللي نسميها ستيريو ايزومر 64 ستيريو ايزومر. انا لا استطيع ان اقول انها اوبتيكالي اكتف كلها، لان هذه الاوبتيكال اكتيفيتي تعتمد على قياس في جهاز البولاريميتر، لكن عموما اذا كانت المركبات يعني كونفيجريشنالي بيور فممكن ان تكون فعاله بصريا، يعني اوبتيكالي اكتف فورمز، وممكن قياس الفعاليه البصريه بواسطه جهاز البولاريميتر. الكونفرميشن الاساسيه لحلقات الاستيرول ممكن ان تكون بصيغتين، صيغه التشير وصيغه البوت، التشير والبوت. وبما ان التشير هي الصيغه الاكثر استقرارا، هي الصيغه الاكثر ثباتا، ولذلك نجد ان معظم مركبات الستيرويد الحلقات الستيرويد تتخذ وضعية التشير لأنها الأكثر استقرارا. أيضا من المثير أن نجد أنه هاي الحلقات، حلقات الستيرويد النوكليوس ستيرويد،
تترتب بطريقتين، اما طريقه سيس او طريقه ترانس كونفيجريشن اعتمادا على اتجاه هذه الحلقات. لاحظوا الاتجاه هنا ولاحظوه في الصوره القادمه، هذا هو الاتجاهين التي تقرر فيما اذا كان الكونفيجريشن، اذا في روابط مزدوجه هنا نتكلم عن فوق كونفيجريشن، لكن بما انه ما في روابط فنحن نتكلم عن الترتيب سن او انتي. نعم. الان من الاجزاء المهمه جدا في الستيرويد هي السكس هرمونز او السكس ستيرويدز. Six steroids are also known gonadocorticoids and gonadal steroids are steroids hormones that interact with vertebrate androgen or estrogen receptor. It was lipid soluble molecule that bind to hormone receptor in the cytoplasm of the target cell. Then هي مركبات فعالة وعندها وظائف حيوية مهمة وعندها مستقبلات يتم ارتباطها بها لأداء وظيفتها. Sex hormones are usually classified as followed. عند الاندروجينز اللي هو الميل سكس هرمون، الاندروجين هو هرمونات الذكرية، أنواع من الهرمونات الذكرية وعندها وظائف مختلفة. وعندنا الاستروجين اللي هو الفيميل هرمون، وعندنا الاستروجينز اللي هو الكوربس لوتوم هرمونز، هذه الهرمونات التي تفرز في مبيضات رحم النساء. الاندروجين it is synthesized from cholesterol in the test and adrenal cortex. الاندروجين اللي هو الهرمون الذكري يتم تخليقه بإرادة الله جل في علاه من الكوليسترول، يعني الكوليسترول هو البريكورسر في الخصية أو الخصة وفي الغدد الأدرينال. هذه أربعة نماذج من الهرمونات الذكرية. التستوستيرون هذا الذي يؤكد على أنه الهرمون المسؤول عن الفعالية الجنسية، وهذه الأنواع الثلاثة الأخرى لاحظوا كلها يعني تشترك في وجود النواة الأروماتية، لكن تختلف في وجود أو عدم وجود رابطة مزدوجة، تعتمد على وجود مجموعة كربونيل أو مجموعة هيدروكسيل، وجود مجاميع هيدروكسيل مختلفة، وأيضا عند هذه الحلقة الخماسية أيضا تكون مختلفة من ستيرويد إلى ستيرويد آخر. ويشار إلى أن هذين الثلاثة ستيرويدات أو ثلاثة هرمونات هي المسؤولة عن التكوين الذكري للجنس. هذه مسؤول عن الجنس وهذه مسؤولة عن التكوين الذكري، يعني إعطاء صفة الذكورة. سبحان ربي. عندنا الفيميلز سكس هرمونز اللي هي تفرز من الأوفريز في رحم المرأة عندما تبلغ البنت سن البلوغ sexually mature، تفرز عندها من الأوفريز تفرز هذه الهرمونات، وهذا تعريفها مكشر اوف استروجينز اوف ويتش 17 بيتا استراديول از ذا موست ابوندنت، هذا هو التركيب الاساسي السائد والموست بوتنت اند بروجستيرون هو الهرمون الاساسي ايضا. هذا المخطط او هذه الصوره للتخليق الحيوي للهرمونات الانثويه بانواعها المختلفه مبتدئا من الكوليسترول، انا وضعتها لكي اختصر شرح الانواع المختلفه من الهرمونات الانثويه التي ذكرت بعضها قبل قليل. نعم. الاستروجين is a steroid hormone. Most estrogen in the female is produced in the ovaries by the theca interna. هذه المكانات اللي يفرز فيها الاستروجين، وهذه الوظائف الأساسية التي يقوم بها هذا الهرمون الأنثوي. الاستروجين ممكن يكون natural، يعني يصنع طبيعيا، يخلق طبيعيا بإرادة الله في داخل خلايانا، وممكن أن يكون هنالك أنواع منه هي سيمي سينثيتك شبه مصنعة،
وهنالك أنواع منه سينتيتك، هذه الأنواع المختلفة من الهرمونات الأنثوية. هذه تركيبات كيميائية للهرمونات الأنثوية. والمثير هنا الذي أريد أن أثير له الانتباه هو وجود تقريباً أول مركبات نشوف بها رابطة ثلاثية على السلسلة الجانبية، هذه الألكاين، يعني المجموعة العضوية هنا هي مجموعة ألكاين تحتوي على رابطة ثلاثية إضافة للفروق الأخرى الموجودة بين هذه الهرمونات الأنثوية. النوع الأخير الذي أتطرق له في هذه المحاضرة اليوم هو مركبات السابوجينين، المركبات التي تعرف بالسابوجينين، وهذه مركبات عضوية أصلها نباتي أو أول ما اكتشفت في نبات السابونين، وهكذا أعتقد الاسم العلمي إلى، ومنه بدأت صناعة الصابون أو اكتشفت الصابون والمنظفات الديترجنت بشكل عام. فالسابوجينين هو عبارة عن كما سنرى الآن هو عبارة عن مركبات ستيرويد مرتبطة بسكر. هذا نموذج لهذه المركبات المهمة، كما قلت إنها هي الديترجنت وتستخدم الآن في صناعة الكثير من المنظفات والديترجنت. ولاحظوا إنه من هنا هذه هي الستيرويد الأي جلايكون، هذا هو الأي جلايكون غير السكري، وهذه هي الرابطة الجلايكوسيدية، وهذا هو السكريات التي تدخل في تركيب هذه المركبات. طبعا هذه السكريات التي تدخل في تركيب هذه المركبات أيضا أنواع مختلفة. هذا الآن عندي السكر أوليغو في ثلاث حلقات سكر، وفي غيره يعني الجلايكوسيدات مختلفة لسكريات ثنائية أوليغو سكرايت أو حتى فيها بعضها مونو سكرايت ربما. نعم، السابونين عند تحلله، مركب السابونين عند تحلله يعني تحلل أنزيمي أو تحلل بالحوامض أو القواعد، ينتج مركب السابوجينين وينتج مركبات سكرية أو سكريات هي أما سكريات سداسية الكربون هكسوسيس أو خماسية الكربون بنتوسيس. إلى هنا أنهي هذه المحاضرة المكثفة والتي تحتوي على معلومات في تقدير الشخصي أن كل جزء من عندها، كل نوع من الأنواع اللي تطرقنا لها يحتاج إلى محاضرات، وربما نرجع لها في محاضرات متخصصة لكي ندخل في تفاصيل كثيرة. يعني طول المحاضرة احنا يعني مقننين بوقت، مجبرين على ان نحسب الطول لاعتبارات فنيه وضرورات تفرضها علينا واقع حالنا، لكن ارجو ان اكون قد وفقت في الاستعراض العام لهذه المركبات من حيث التركيب ومن حيث الانواع ومن حيث الوظيفه، وارجو ان اكون قد وفقت في ايصال معلومات اساسيه عن هذه لطلابي ولعامه الناس، لان الكلام الذي قلناه يهم عامه الناس. يعني الناس يتساءلون عن الكوليسترول، يتساءلون عن الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية، وهذا جزء من حياتنا، فهو اهتمام حياتي، فأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الاستعراض المكثف، وأتمنى لكم صياما مقبولا ويوما مباركا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.